السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخواني، اخباركم؟ كل شيء بخير، نتمنى تكونوا كاملين تمام الصحه والعافيه، كاملين بخير وعلى خير. معكم هشام من قناتكم الكره المغربيه بالدارجه. باش ما نطولش اخوتي، نمروا الان الاهم عناوين حلقة اليوم. رسميا ايوب الكعبي ودادي لثلاث مواسم، امرابط حجي شخص وزن، تألق بالهند يحرج إدارة غلطة سراي، خليل وزيت يتوصل بتقارير المصابين، حقيقة انضمام إبراهيم دياز للمنتخب الوطني المغربي، شكوك حول مشاركة نجم الأسود في مواجهتي السنغال والكونغو الديمقراطية، نبيل التويزي يعود إلى إسبانيا، فوزي لقجع يحصل على منصب رفيع داخل الفيفا. حسم نادي الوداد الرياضي البيضاوي بشكل رسمي صفقة المهاجم الدولي المغربي أيوب الكعبي بعد فسخه عقده مع ناديه بفورتشن الصينية، وتوصل النادي الودادي لاتفاق نهائي مع اللاعب من أجل ضمه إلى صفوف الفريق، حيث وقع المهاجم السابق لنهضة بركان على عقد سيربطه بالفريق الأحمر لمدة 3 مواسم كروية. وكان الوداد الرياضي البيضاوي قد دخل بمفاوضات طويلة مع اللاعب أيوب الكعبي منذ فسخ عقده مع هيبي فورتشن الصيني لضمه إلى صفوف الفريق، وتنفس على صفقة اللاعب مع أندية مصرية بارزة على غرار الأهلي وبيراميدز. أوضح الدولي المغربي نور الدين أمرابط لاعب النصر السعودي خلال استضافته في قناة فوكس بأن مساعد الناخب الوطني وحيد خليل وزيش المغربي مصطفى حجي له دور بارز داخل الطاقم التقني للمنتخب الوطني المغربي، مؤكدا بأنه كان يقوم بعمل رائع منذ فترة المدرب السابق للأسود هيرفي رونار، حيث يساعد اللاعبين للحفاظ على الهدوء وبالأخص أولئك الذين لا يتم اختيارهم للعب في المباراة. وكشف أمرابط بأن العديد من المغاربة يعتبرون حجي أسطورة، لذلك معظم لاعبي المنتخب الوطني الحاليين يحترمونه، خاصة وأنه يجر من خلفه سنوات من التألق رفقة الأندية التي لعب لها أو رفقة المنتخب الوطني المغربي. ومعلوم أن مصطفى حجي ظل دائم الحضور مع المنتخب الوطني المغربي، حيث اشتغل ضمن طاقم زكي بدو وهيرفي رونار بالإضافة إلى وحيد خليل وزيتش، وهو يعتبر من أكثر الأعضاء الطاقم التقنية قربا للاعبين المغاربة بحكم تواجده ضمن المنتخب الوطني المغربي لسنوات طويلة. أحرج الدولي المغربي يونس بالهند إدارة غلطة سراي التركي بعدما تألق في المباريات الثلاثة الأخيرة وأبان على مستوى كبير ضعف من خلال إحصائيات الموسم المنصرم في الدوري التركي، ورفع بالهند معدل تسديده نحو المرمى من 1.7 الموسم الماضي إلى 3 تسديدات هذا الموسم. أما بخصوص نسبة التمريرات الناجحة فقد حقق هذا الموسم 90.4 مقارنة مع الموسم الماضي 80.5، كما زاد من نسبة قطع الكرات من 0.5 إلى 1 هذا الموسم. أما بالنسبة لمعدل التمريرات المفتاحية فقد أصبح هذا الموسم 3.5 مقارنة مع الموسم الماضي 1.4. وتواجه إدارة غلطة سراي التركية مشكلة الحيرة بين التخلي عنه واستقطاب لاعبين آخرين أو الإبقاء عليه وانتظار تألقه، خصوصا في ظل تواجد كل من أردا توران وإيميري لمساعدته. توصلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالتقارير الطبية المتعلقة بحكيم زياش لاعب تشيلسي الإنجليزي ونور الدين أمرابط لاعب النصر السعودي ويونس عبد الحميد مدافع ريمس الفرنسية. وعلمنا أن التقارير المذكورة أكدت عودة حكيم زياش أمس إلى التدريب الشيء الذي سيمكنه من المشاركة رفقة المنتخب الوطني المغربي في المباراتين الإعداديتين أمام السنغال والكونغو الديمقراطية في 9 و31 أكتوبر المقبل على التوالي. وأوضحت التقارير ذاتها أن الطبيب الخاص بنور الدين أمرابط وأن الطاقم الطبي للنصر السعودية حددت مدة غيابه في 6 أسابيع، الشيء الذي يجعل مشاركته في المباراتين المذكورتين أمرا غير وارد بتة، بحكم أنه قضى منها 10 أيام فقط إلى حدود الآن، وهو ما يؤكد غيابه عن الأسود في الاختبارين المقبلين.
وكشفت تقارير طبية ليونس عبد الحميدة صعوبة الحسم في مشاركته في المباراتين خلال الفترة المقبلة بالنظر إلى البروتوكول الصحي الصارم في فرنسا والذي يشترط المكوث في الحجر الصحي 14 يوما على الأقل مع إخضاعه لإجراءات إضافية بخصوص المصابين بالفيروس التاجية. ومن المنتظر أن يكون حاضرا في حال تبين تعافيه بسرعة من المرض. وسلم سعيد زنقي طبيب المنتخب الوطني المغربي التقارير الثلاثة إلى وحيد خليل وزيتش مدرب الأسود لاعتمادها في تحديد اللائحة النهائية المقرر أن تخوض مباراتي السنغال والكونغو الديمقراطية إذ من المنتظر أن يعلنها الأسبوع الجاري. يذكر أن خليل وزيتش حدد لائحة أولية موسعة وضع فيها لاعبين المحترفين والمحليين إذ ربطت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اتصالاتها معهم قصد إشعار أنديتهم باستدعائهم في فترة التوقف الدولية المحددة بين 5 و 31 أكتوبر المقبل. راجت مؤخرا في بعض وسائل الإعلام المغربية اهتمام وحيد خليل وزيتش المدير الفني للأسود بخدمات لاعب ريال مدريد إبراهيم دياز المعار إلى الميلان الإيطالية من أجل الانضمام إلى صفوف الأسود بحكم أصوله المغربية. وكشف مسؤول كبير داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن الجهاز التدريبي للأسود لا يضع لاعب الفريق اللومباردي ضمن حساباته في الوقت الذي يريد التركيز على مسيرته الكروية بعد انتقاله مؤخرا للعب في الكالتشيو. وبحسب ذات المصادر فإن مسؤول الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم برفقة أعضاء الطاقم الفني للمنتخب الوطني المغربي سبق وأن تداول اسم اللاعب إبراهيم دياز غير أن البوسنية وحيد خليل وزيتش لم يظهر حماسه لضم اللاعب لصفوف المنتخب حيث يملك العديد من اللاعبين أصحاب الجنسية المزدوجة والذين بإمكانهم شغل نفس المركز الذي يلعب فيه إبراهيم دياز وفي مقدمتهم سليم أملاح لاعب ستاندارد الليجا البلجيكية بالإضافة إلى عادل تعرابت لاعب بنفيكا البرتغالية. تحوم شكوك حول مشاركة الدولية المغربية عادل تعرابت نجم بنفيكا البرتغالي لكرة القدم في المعسكر القادم للأسود استعدادا للمواجهتين أمام كل من السنغال والكونغو الديمقراطية كما هو معلوم. وكشفت تقارير صحفية برتغالية أن الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق ستبعده عن المواجهة المقبلة لناديه بالدورية البرتغالية مؤكدا أنه سيخضع لمتابعة وفحوصات يومية قصد استعادة عافيته والانخراط من جديد في تدريب بنفيكا استعدادا للاستحقاقات القادمة. وستجري النخبة الوطنية تجمعا إعداديا بمدينة الرباط بداية شهر أكتوبر المقبل وبالضبط يوم 4 أكتوبر. قرر اللاعب المغربي نبيل التويلي صاحب 19 ربيعا ترك رديف مانشستر سيتي بعدما عجز عن لفت أنظار مدرب الفريق الأول بيب غوارديولا والذي كان وراء التحاقه بسكاي بلوز. وحسب تقارير صحفية إسبانية فإن تويزي يدرس الالتحاق بنادي رديف إسبانيول برشلونة مع أمل الصعود للفريق الأول وهو الذي كان قد انتقل للعب في إنجلترا بعدما أظهر إمكانيات كبيرة داخل مركز تكوين نادي فالنسيا الإسبانية. وكان الناخب الوطني وحيد خليل وزيتش التقى باللاعب التويزي على هامش المباراة الودية التي أجراها سابقا المنتخب الوطني المغربي أمام منافسه الغابونية بملعب طنجة الكبير لكن اللاعب بعدها عجز عن ضمان التواجد في لوائح المنتخب الوطني المغربي بعدما ظل يعاني التهميش في رديف السيتي دون أن يشاهد بدوره كثيرا لتطوير إمكانيته علما أنه كان من الصعب عليه ضمان تواجده في صفوف الفريق الإنجليزي المدجج بالنجوم. لذلك كان أبرز حل أمامه هو الإصرار على طلب تغيير الأجواء. الخبر استقيناه من مصادر خاصة وإن كان من السابق لأوانه الحديث عن الموضوع إلا أن الكافة لا ترى اليوم من هو من بين أعضاء مكتبها التنفيذية من هو مؤهل أكثر من فوز الأقجع لولوجة تنفيذية الفيفا ممثلة للقارة الإفريقية. وتروج أخبار عن كون هذه المبادرة قد تكون نتيجة لاتفاق وترابطات مسربة يتم من خلالها تبادل الأدوار بأن
لا يعلن. فوزي لقجع ترشح لرئاسة الكاف على أن يترقى دعما لولوج المكتب التنفيذي للفيفا على أن لا يزاحم بوشماوي وهاني أبو ريدا في منافستهما الملغشي أحمد أحمد على رئاسة الجهاز الإفريقي. إخواني إلى هنا انتهت حلقة هذا اليوم، أتمنى من الله سبحانه وتعالى لأنها تنال إعجاب ديالكم. ما تنسوش تشاركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس، وما تنسوش كذلك دعمونا بزر إعجاب باش نواصل قدما إن شاء الله. دمتم في رعاية الله إلى حلقة المساء إن شاء الله.